الجلسة ديالنا اللي فاتت خليتها لكم فاش نزلوني أنا ومالك السفلي. كنا حائرين وما عارفين شنو كيتسنانا. نزلنا مع الدروج والخلعات بعانا. كي وصلنا للسفلي من كل ورا مظلم تاني دوزونا. مراها دخلوني عند وجه جديد نص ساعة وهو كيصد علي ودنيا بنفس التهم اللي سمعت الفوق. فاش كنت كنسمع هضرته التقيلة على القلب كنت كنحس بحالي غد تبوع مصارني على برا تفو على باشار. فاش سالة كنت بغا غير شي باياصة نرمي عليها راسي، ولكن رجعوني تاني من نفس الكولوار. هاد المرة دخلوني عند وجه جديد آخر كان مقراضي على اللي قبله. كي دخلت بدا عليا بالسبان الإيغو المفرقع عنده ريحته عاطية من بعيد. مراها بدا عليا بنفس التهم تقول له قارين من كناش واحد. قال لي انتي من الإخوان درتي جرائم ضد الوطن، واش فراسك بلي الإعدام قليل في حقك؟ هضرتو كانت بحال شي كاسيطة، ما كان غير دودودودود ما كيحبسش. ما كانتش عندي الودن اللي تقدر تميز بين بداية هضرتو ونهايتها، ما عدا فاش كيغير السبان من اشتمال وحدة آخرى. راسي ولا بحال شي طبل في كل لحظة كيضرب فيها هذا الراجل كيبدا يتزعزع بحال اللي سهيت في الاخر. مالك وماجدة كانوا في الطرف الاخر ديال نفس البيت فاش كنت. سالة من هاد الزعتو سولنا واش ما جاكمش الجوع؟ قلنا ليه على نيتنا. لا نقز وقال لينا دابا غادي نوكلكم في الرجم شوي، غا صبروا شوية. فهمت باللي كيقصد ماكلة مطبوخة بنار الكابليات والعذاب. مورها بالخف طلعونا للفوق، وما هي غير دقايق تركبونا اللور في كاميو ديال العسكر حنا بثلاثة، ورانا طلعوا جوج ديال البواليس مسلحين باش يراقبونا. كان الكاميو فاش طلعنا بين جوج ديال الطونوبيلات آخرين، تحرك الكاميو بسرعة مجنونة، شي اللي خلى مالك كتقيا وتعاود عمرات الكاميو بكاع اللي في جوفها. حسينا بالخنقة وحنا في ديك الحالة ديال النم اللي كتبكي العدو قبل الصديق. مالك درنا لها حل، دوزنا لها راسها اللور بين البواليس، وبقات تماك متكية على طول الطريق كتبوع على برا توصلنا. دخلنا للحبس، داز الكاميو قدام البنيه الرئيسي اللي تعرض لينا بطبقاته ثلاثة، وبدا كيخيط بينا في شي طرقان معقدين. تا وقفنا قدام باب كهربائي، ترمات علينا اليدين وخداونا للسفل المظلم. هاد البلاصة تخيلتها عالم آخر من عوالم الرعب. خداونا اليدين في طريق شهابة ثقيل، وما كنشوفو قدامنا غي البيبان ديال الحديد. ما داز بزاف ديال الوقت حتى سمعنا صوت غليظ كيغوت. منيرة ما قشعناش كون دوات تبانت لينا بنت في الطرف الاخر ديال الكولوار ضافرة شعرها ولابسة جلابية. قربات لينا وهي كتمايل، الشكل ديالها كيوحي باللي شي سجانة ولا موظفة في الحبس. فاش قربات بلا ما تسوق لينا قال لها ابو عادل قلبنا، ودفعوني انا الاولى لواحد الغرفه عرفنا من بعد باللي هي غرفه التحقيق والتعذيب. سولتني هاد منيره شنو سميتك؟ قلت ليها وانا مستريسيه اش باغا ديري بسميتي. حسيت ديك الساعه بلي نقدر نخنقها بيديا من الشده ديال الستريس اللي سرى معايا، ولكن ردت عليا بدم بارد. علاش معصبة دابا؟ ما عرفت، ولكن واش يقدر الواحد يكون فرحان هنا؟ جاوبت بنفس البرود بلا ما تعصبي، حتى انا ساجينا بحالك. علاش كتكذبي عليا؟ المظهر ديالك كيقول العكس. قالت لي اقسم بالله حتى انا ساجينا، وراني مريحة في سيلون مع مسجونات من الاخوان، ولا ما تيقتينيش مازال نتلاقاو في السيلون ونفكرك. من مورا شد وجذب ارتاحت ليها في الاخر. قلبتني موراها ونفس الشي دارتو مع صحاباتي ماجدة ومالك.
فاش سالت مني لقيت البوليسي كيتسناني، خداني وطلعني تاني للفوق، بقى غادي بيا حتى وصلني للبلوك اللي في الجنوب باش يبدا معايا تحقيق اخر، لكن هاد المره تحقيق بقوادو. كاع داكشي اللي كان داير بيا كيقطع القلب من الداخل، شي داخل وشي خارج، باب كيتسد وباب اخر ما عرفت منين كيتحل. اي كماره شتها كنلقى في الدمولة هكا بلطاع الطو ولا هراوه ماتيريال سبيسياليزي في الالام. في الاول دخلوني عند رئيس الفرع اللي سميتو ناصيف، حسيت بلي دخلت لعالم اخر، حيت الغرفة عنده كانت نقية وواسعة، سخونة وفيها حصيرة من داك الشر، فيها فوتويات على الجهد، مكتبة شبه كتب، ومكتب كلاس شد عليه تمثال ديال رئيس الدولة واحد الركين. اما فاش كتضرب عينك في الزاوية البعيدة ديال الغرفة كتلقى تمثال ديال رئيس الدولة بالحجم الطبيعي. اما ناصف اللي كان مشغول في شي ابيل ما خسرش عليا اكثر من نظره ديال الاحتقار والحقره، داكشي بطرف عين، وعطى الاوردر ديالو باش يرجعوني لبلاصتي. بالخفطر بيا اللي جابني البيت اخر مقابل مع الغرفه ديال ناصيف، لقيت بني ادم بحال الجراد متكين على واحد اخونا مسكين رابطينه وكيعذبوه فيه. واحد شوي خرجوني باوردر من ناصيف، بقيت مريحة على برا بحال شي مبنجة بالوجوه اللي كتمشي وكتجي، مخدرة بصوات العذاب المخلطة بالسبان والهضرة الطايحة، ريحة العذاب اخوتي. ما داز بزاف تا دخلوني تاني لديك الشونبر، وقيلة بغاوني نحضر لها التعذيب باش نخاف وندوي بداك الشي اللي بغاو. كانوا اربعة ولا خمسة ما عارفش محامين عليه، كينزلوا عليه بالكابلي والعصي والقصبيات والضوء. المجرمين اللي كانوا كيعذبوا في داك الشاب هما هادو: ناصف رئيس الفرع، عبد العزيز ثلجة كان راجل قد البغل، زيد على هاد جوج رجال اخرين، كان منهم واحد السيد كيبان صغير مازال ما كمل حتى 20 عام كما عرفت من بعد، كيعيطوا ليه حسين. خونا اللي كان كيتأدب ويتألم ما عرفت علاش كيأدبوه، كان مسكين على طول الوقت كيغوت وكيقول والله العظيم ماشي انا. في الاخر ديال الحفلة اعترف، ما عرفت علاش قال داكشي اللي بغاه، يمكن باش يطاكي على راسو العذاب او لا لشي سبب اخر، والله ما عرفت. ملي زاد غوات خونا اللي كيتعذب قدامي حسيت بالدوخه، تماسكت وتلفت جات واحد البوليسي قريب لي وسولته علاش جايبيني هنا، قال لي وكيضحك بلاتي صبري على خويا السكره ما بقاش بزاف وغادي طيب. التعنيف والتعذيب بقات خدامه نص ساعه بلا ستوب، مراها ربطوا الفيكتيم وهو غارق في دماياته ولحمه كله مشلخ، وقفوه وجروه، والتانى وراهم جرني واحد البوليسي بحال اللي دارها باش ما نفلتش الفيلم اللي مازال ما سالاش. عبد العزيز تلجا هو اللي كان جر داك الدري وسط وجاعو، فاش وصلوا لراس الدروج ركلوا برجلي بطريقة نزل خونا كيتكركب مع الدروج بحال شي كلب، وطلق واحد الصوت كان خل العظام ديال مالي اللقلو بالهشيشة. ومن داك العلو ديالو عطا تلجا الاوردر ديالو باش ينزلو الفيكتيم السفلي ويتهلاو فيه، مراها عطا الاوردر باش يدخلوني للشونبر ديال العذاب مرة اخرى. وقفني المأمور في الزاوية 90، دخل عليا تلجا بوحدو صولو، سد الباب الكهربائي موراه بكليك ديال بوطون، هنا الباب تقدم على الحيط لدرجة ما بقيت عرفت منين دخل ولا فين كان هاد الباب. بلا ما ينطق حتى حرف ما حسيت حتى نزل عليا بواحد الصرفاقية على غفلة،
راسي تخبط في الحيط والطبونطا بحال شي كره منقود ديك الطرشه. بدات الدنيا كدور كلها قدام عينيا، ولا كيبان لي ربعه ديال الرجال ماشي واحد. جا صوت ناشف كيقول لي الا ما اعترفتيش فراه ما يمكنش لك تخيلي شنو غيوقع لك. موراها خرج بالزربه ورجعوا معاه ناصف ورئيس الدوريه اللي قلعتنا من بيتنا، وكان معاهم شي رجال اخرين ما عرفتهمش. في الدقيقه اللي موراها نقز ناصف قال لي فين خوك صفوان؟ قلت ليه ما عرفتش اللي فراسي باللي مشى يكمل قرايته. والواقع اخوتي ان اخويا صفوان قال لامي باللي كيقرا في باكستان. تفكرت هاد الهضره ان فوا سمعت لي مسوال على ما كان خويا، والحال اني ما كنتش عارفه باللي الوالده ديالي كانت معتقله في نفس الحبس. سولها قبل دقائق على خويا وعطاتهم نفس الجواب. تلاقت هضرتي معاه هضرتها، وهذا الشيء عفاني من العذاب على هذا السؤال. رجع ناصف قال لي خوك مازال في البلاد وانت عارفه فين كاين، غادي تقولي لينا فين كاين ولا والله ما يعجبك حال. قلت ليه ما عرفت. كيقولوا صبق الميم ترتاح، غير هو هنا الميم كتديك البساط الرياح. عيط ناصف لراجل اخر وقال له سير جيب ليها شي سروال، خليها تستر راسها عاد سمرها مع الخشبه، دابا غادي تنطق بلا ما يجيب حتى سروال. قرب ليا المأمور وتكاني على واحد الخشبه فيها حزامات، زيرها على رقبتي يدي كرشي وركابية ورجلي. فاش تيقن بلي لصقت كي المسمار قلب ديك الخشبة 90 درجة. في غمضة عينو بين شعور بالرعب والدهشة لقيت رجلي معلقين في الهواء وراسي لتحت لاصق في الزليجة. نصلات جلابة على رجلي وما بقى ساترهم غا تقاشر، والسروال ديال الشطا الطويل ما قداش نحرك تضفر هو الاخر. وبميكس من الحقارة البشرية بدا المأمور كيقول لسيدو شوف سيدي بنت الحرام كتقول انها ماشي من الاخوان، ولكن شوف كيفاش موجدة راسها الفلاقة وما عندها حاجة بسروال، وشوف دابا بنادم كي داير. حاولت نحرر قيودي ولكن ما قدرتش. قرب لي رئيس الدورية اللي اعتقلنا وفي ديق صبية طويلة ورقيقة، سولني بلهجة شابعة تهديد واش راسك مازال مرطابش ما بغاش الدوي. قلت ليه ما عندي حتى حاجة نقولها عليكم. في نفس هاد الوقت كانت لجا فوق راسي كيوجد واحد المولد كهربائي مربع كان عنده مقابض الحديد لصقها لي في صبعان يدي. فاش نزل عليا هذاك بالقصبية على رجلي طلق لاخر شحنة ديال الضوء شعلات لي العافية في لحمي وعظامي، وقال بلا ما يهمو صراخي هم مازال ما بغاش تعترفي. غوت قلت لكم ما عارفاش. قال لي بواحد البرود تحية للثلج واش شفتي شحال الضو مجهد؟ هادي راه هي اخف حاجة عندنا هنايا، مازال ما شتي والو. قلت ليه والو واش باغيني نعترف بامور ما درتهاش؟ هنا قرب لي داك تلجا وصرفقني بصورة وسولني واش كان عارف مولاها. قلت ليه لا ما عرفت شكون في الصورة. هنا قال لي واش ما كتعرفي صحاب خوك؟ هذا هو صاحب خوك الروح بالروح عبد الكريم راجب، واش ما كتعرفيش؟ قلت ليه وعيني كيبريو لا ما كان عرفوش. تبسم واحد الابتسامة صفراء وبدا كيقرا في شي ورق بين يديه. بين ما عينيه كتسكاني انفعالات وجهي، الوراق اللي قرا لي هي نفس الهضرة اللي سمعت من رئيس الفرع عندش بيتنا البارح بالليل. شريت بيت التنظيم وعطيت دروس لموسي قطب في جوامي والباقي في راسكم. فاش نكرت التهم للمرة الألف رجع مول القصبية كينزل عليا بجهده كله.
ديك القصبيه كانت كتشق الهواء وكان سمع واحد الصفير في شكال تلجت تا هو ما كانش من العاجزين بقى كيكويلي في صباعي بالضوء. كنت نغوت في الاول وكان نقول يا ربي، ولكن من بعد صوتي طفى وليت غي كنحرك فراسي. مراها ما بقيتش كنحس بتا شي حاجه. مور 10 دقائق ديال الضرب اللي ما كيوقفش لقيتهم حبسوا من التاديب اون باراليل مع بزاف ديال السبان والهضره الطايحه. سمعت شي واحد كيقول خذوها للحبس.